هنا بحط الدقيق، مكونات الجفه بحط شويه هنا من الدقيق، ديت ما فيهاش خميره، لكن ممكن احط هنا شويه من الملح، وبستعمل بيض، نحط بيض هنا، وزبده هستعمل زبده هتكون زبده سايحه، يبقى ده هيكون الدهن اللي انا بستعمله. العجينه ديت ممكن استعملها زي فكره البيتزا، ممكن تتفرد او ممكن افرد عليها، يعني احطها وافرد عليها والفها. حط الميه، حط الحليب، وبحط السمنه على اساس ان ديت بتبقى فيها طراوه شويه، بتديها طراوه شويه. بسيب ديت تتخمر هنا او تتعجن، واثناء ما بتتعجن هنعمل معاها الخلطه ديت اللي هي ديك رومي مفروم. يبقى اذا مش لازم اجيب ديك رومي صحيح عشان اعمله، بنحط ان هو ديك رومي مفروم. ممكن تكون اللحمه اللي هي اللحمه الصدر مع اللحمه اللي بستعملها مع الديك اللي هي تكون الرجلين، المهم مفرومه كلها. وبحط هنا طماطم، طماطم جافه، شطه، بقسماط، ثوم، ملح، فلفل، بهار، بنحط كل دول مع بعض على اساس دول هتبلهم واحطهم هنا، واعملهم زي فكره وشويه اوريجانو، بيزل، ريحان لو حابين، شطه مفرومه ناعم، ممكن سوداني مجروش او ممكن لوز، او احط هنا شويه من البقسماط، ملح وفلفل، ثوم مفروم ناعم، حط كل ده هنا، ثوم مفروم ناعم، والبيض، نحط اخر حاجه البيض هنا. بخلط كل دول مع بعض، يبقى انا عندي هنا عجينتين، عجينه من الدجاج او الديك الرومي المفروم ناعم اللي ممكن استعملها واحط بدلها لحمه لو حبيت، والعجينه الثانيه اللي هي بنعجنها هنا دي، بسيبها تتعجن دقيقه دقيقتين. يبقى بالنسبه للعجينه اللي بعملها ما فيهاش خميره، ما فيهاش بيكنج باودر، بس كل اللي بعمله بعملها واسيبها تريح شويه على اساس ديت هستعملها. واللحمه اللي احنا عملناها اللي هي لحمه الدجاج، بجيبها وافردها، يعني بجيب ورقتين من البلاستيك، وديت كانت عباره عن كفته الدجاج، عباره عن لحم مفروم او الديك الرومي على اساس احنا عندنا ديك رومي النهارده. اتحط عليها شويه صغيرين من الشطه، واللي هي الشطه الطازه، ملح وفلفل، وشويه من البهارات، ممكن يتبقلها باي تتبيله انا عايزها. بخلي دي اهو كده، واستعمل ديت افردها واحطها واحط الحشوه معاها. نفس الوقت انا عملت العجينه زي ما بقول بعملها، بتبقى رقيقه، يعني برقها، وبيبقى حجمها اصغر او اكبر من اللي انا عايز احطها عليها. يعني دي العجينه اللي هي بتاعه اللحمه اللي فردتها ما بين ورقتين بلاستيك، ودي العجينه اللي انا هلفها فيها، وعشان الفها فيها عايزها تكون رقيقه، فبنفردها بالطريقه دي، وبعد كده نحط في قلبيها العجينه، وممكن نحشيها وتبقى تاخد لون، يعني تاخد الوان. ممكن هنا اهوت بجيب سبانخ على سبيل المثال، ورق سبانخ، يا دوب بس بحطها في الميه، ميه بتكون بتغلي دقيقه واحده واطلعها، واخد ورق السبانخ نفرده بالطريقه دي. ممكن لو عايزين تحطوا فلفل، بس الفلفل هيكون سميك شويه، فالسبانخ هتكون افضل. سبانخ مفروده هنا اهو، والتتبيله موجوده في اللحمه، فمش محتاجه اتبل دي تاني، نحطها بالطريقه دي، واراعي ان هو حته فيها الورق وحته فيها العنقود، يعني نلفها بالطريقه دي كده. وبعدين نجيب عندي طماطم، زي الطماطم اللي هي الطماطم الجافه، بقطعها حتت رفيعه، بجيب اللحمه ديت، نشيل ورقه البلاستيك من عليها من فوق، نشيلها بالطريقه دي، وبعدين بناخد القطعة التانية. بتبقى سهلة عليا ان انا ابعدها واشيل البلاستيك التاني، وبعدين ناخد الجزء اللي جوه دوت، ممكن نحشيه زي ما قلت بطماطم، ممكن يكون فلفل لو حابين، بس نحطها بالطريقة دي كده، وبعدين الفها، يعني دي بعملها على اساس الفها، وبخلي تملي حتة في الاخر على اساس ان لما بلفها بالطريقة دي تبقى في حتة بقفل العجينة نفسها. بجيب القالب اللي احطها فيه، احطها فيه،
نضغط عليها شوية على أساس تستوي، هسيبها تريح شوية وبعدين بدهنها بحبة من الحليب ومعهم بيض. يبقى دوت هيكون الطبق التاني اللي هو لو مش عايزين نجيب الديك كله ممكن نستعمله أو نستعمل اللحمة بتاعته. حط كل ده هنا اهو، وده بدخله الفرن وعندي واحدة لأن هو جاهزة. بيبقى الفرن حرارته 180، نفس تقريبا حرارة الديك أو الفرن اللي حاطين فيه الديك. نحط دي هنا اهو، وده بيكون الشكل بتاعها. طلعها هنا، نفتحها من هنا، وده بيكون الشكل بتاعها. يعني لو حبيت اقطعها هنا هيكون فيها السبانخ وهيكون فيها الفلفل، ممكن تتقطع بالطول او بالعرض. ممكن اقطعها من هنا جزء منها، حتى نقطع واحدة صغيرة كده اللي هو الجزء دوت. ده بيكون شكل الديك الرومي بالطريقة ديت. يعني دوت الشكل بتاعه بيبقى ملفوف بالطريقة ديت، او اللحمة اللي هي المفرومة بتبقى متتماسكة مع بعضها، او اذا كانت فراخ وممكن اقطعها بالطول وتشوفوها من فوق زي فكرة المحنشة.